الشرعية. عليك السلام يا واحة الحب فينا والضمير، يا قبلة الضوء لكل طالب مستنير. أتيناك باثني عشر ثقبا في الوجدان وألف مأساة وخيبة، وها نحن اليوم بقربك، وها أنت كما كنا وكنت تظللنا بعباءتك وتحوينا وتحتوينا بكل أوجاعنا ومآسينا وأحمالنا الثقيلة ونزعاتنا المتمردة، لأنك الإنسان. ونراك في كل هذا العتم لا شيء يمحو نورك، عند كل راية حق يتكثف وجهك، وأمام كل ظالم وفاسد يعلو في آذاننا صوتك، وداخل كل روح ثورية مقاومة نقية نستقي عزمك وحزمك، ومع المخالفين والمختلفين يتسامى فينا نبلك. وعلى رؤوس اليتامى لا نرى غمامة ترطب قحل الغياب إلا يدك يا أبانا، ويتوه كل الثرى في وجهك الثريا. ها نحن هنا بقربك حيث تحلو المناجاة وتطيب الشكوى ويمطر الشوق زخا لشهب لقاء. أنت من قلت أرى نفسي في صرخات الجياع وأنات المستضعفين وانطلاقة المجاهدين، وكذا نحن نراك، فكيف نرى أنفسنا فيك؟ كيف نصل إليك يا جسرنا إلى الوعي والحرية والكرامة الإنسانية؟ انفض عنا هذا الموت وشدنا إلى عليائك في رضوان الله، مع كل نبض وجهد وفكرة وصلاح، فذلك نهج صلاحنا به النجاة والحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا عبر قناة الإيمان الفضائية وإذاعة البشائر. هو الرابع من تموز، وفيه تحل ذكرى ارتحال العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه. ومواكبة للمناسبة نطل عليكم في فترة من البث المباشر من جوار ضريحه المبارك مع باقة من الضيوف الكرام. نستقبل السيد جعفر فضل الله، خير من يمثل السيد فضل الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم، حياكم الله. وكنتم أنتم الضيف الأساس إن شاء الله ودائما، وعضو لجنة البحث العلمي في دار الإفتاء بحلب، وأمين سر الملتقى العلمائي من أجل فلسطين، وعضو لجنة البحث العلمي. إذن الشيخ محمد أديب ياسرجي، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم. بداية والبداية معك سماحة السيد جعفر فضل الله، نحن اليوم في الذكرى 12 للارتحال إلى جانب الضريح، ماذا تخاطب السيد؟ ما الذي يوحيه لك هذا المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المخاطبة هي شجون وشؤون كبيرة جدا على المستوى الشخصي، وطبعا المستوى الشخصي يتصاغر أمام الواقع الذي تمر به الأمة، هكذا عشنا معه، وكان دائما ما يتصاغر لديه التعب والسهر وربما أيضا الكثير من التجني والإساءات وغير ذلك أمام قضايا الأمة الكبيرة. لكن بطبيعة الحال البشر يبقى بشرا، على المستوى الإنساني والشخصي نفتقد السيد فضل الله لأنه كان الملجأ في كل لحظة وفي كل شيء، ربما حتى في أدق التفاصيل كنا نأتي ونحاول أن نفرضها عليه في فسحة بين التزام والتزام. كل شؤوننا الصغيرة، وأذكر بأنه
كان يحب أن نكون أصدقاء، أن يكون صديقا لأبنائه وأولاده وأبنائه الرساليين عموما. لذلك اليوم عندما تدلهم المصاعب والتحديات، أو عندما تأتينا الكثير من المتغيرات التي تتطلب منا أن نحدد مثلا موقفا ما، خصوصا إذا كانت مواقف ترتبط بقضايا كبرى تمر بها الأمة أو المجتمع، كنا نرتاح سابقا أننا نأتي إليه ونخاطبه ونأخذ منه الموقف ونذهب مرتاحي البال والضمير، وأيضا متخففين من عبء المسؤولية. لعل السنوات التي مرت، ولا سيما في السنوات الأخيرة، أصبحنا نشعر أكثر بأننا فقدنا شيئا كنا نتكل عليه ونتكئ عليه في تشخيص الموقف وتحديد المسؤولية. ولذلك وجدنا أنفسنا اليوم نحتاج إلى أن نركن إلى ما نحمله من منهج ومن قواعد ومن أسس، من أجل أن نحدد على أساسها أنه لو كان موجودا اليوم وانطلقنا من المنهج ذاته الذي هو منهج الإسلام فيما نعتقد، ماذا كان ليقول وكيف كان ليتصرف وما هو الموقف الذي كان سيتخذ، ونتحرك في هذا الاتجاه. عسى أن يكون ذلك نوعا من الشعور بأن الأولاد الصغار الذين لا يزالون يحنون في عاطفتهم عاطفة البنوة إلى عاطفة الأب، هؤلاء الصغار لابد أن يكبروا ويتحملوا أيضا مسؤولياتهم انطلاقا مما بذره فيهم. جميل، جميل جدا. أول شيء اسمحوا لي، يعني أنا بعدني تحت ظهور المفاجأة، وطبعا مفاجأة جميلة وعزيزة جدا. بدي أنتقل لعند فضيلة الشيخ محمد أديب يسرجي بعد التحية من جديد. الله يحفظك. أنتم القادمون من حلب. نعم. تحية عبركم إلى كل أهلها وأهل سوريا الكرام. نتحدث أيضا بنفس الإطار، اليوم نحن في الذكرى 12 لعروج روح العلامة السيد فضل الله، وأنتم ها هنا في لبنان وفي جوار هذا الضريح المبارك، ماذا تقولون وماذا توحي لكم هذه المناسبة وهذه الأجواء بالعموم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أول ما يخطر في بالي وأنا في هذا المقام أن ألقي السلام، السلام عليك يا رجل السلام، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا من تحققت بإنسانيتك، يا من سعيت لخدمة الإنسان وعلمت أن تقربك إلى الله سبحانه، وعلمت أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بخدمة الإنسان وبصنع السلام، فكنت رجل السلام في مواقفك وأقوالك وأعمالك. لا يمكننا في بضع كليمات أن نوفيك حقك. أنت الذي جعلتنا إلى القرآن أقرب، وإلى رسول الله وأهل بيته على مسافة أدنى، وإلى الإنسان على تماس وتعامل. علمتنا يا فضل الله أن الاختلاف فضل من الله. جميل. وأنه رحمة، وأن علينا إن كنا حقا مسلمين، وإن كنا حقا مؤمنين، وإن كنا حقا إنسانيين، أن نسعى للعدل. فلا يكفي أن أقول عن نفسي أنا مسلم، ويقول الآخر أنا مسيحي، أو يقول الثالث أنا موسوي كما قلت في بعض كلماتك، إن لم يسعى هذا الإنسان إلى العدالة. السلام عليك أيها الإنسان العدل. الله. وقد ضربك الله مثلا عندما تكلم عن الإنسان العدل والإنسان الذي يكون كلا، علمتنا كيف يكون الإنسان في حياته عدلا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يعني حقيقة قد ايه حلو هذا الخطاب القريب الصادق من القلب إلى القلب مع السيد الحبيب. طبعا يعني اليوم يغمرنا
هذا الجو الوجداني، نحن بالقرب ودائما نطلب هذا القرب. سمحت سيد جعفر فضل الله، شعار هذا العام نهجك حياه، شعار الذكرى 12، كيف تقرأ هذا الشعار وتسيله؟ كيف كان بنظركم نهج السيد فضل الله نهج حياة؟ يعني انطلاقا من فكر السيد رضوان الله تعالى عليه، وفعليا ليس نهج الشخص، ومهما على ذلك الشخص فإنه يعكس الإسلام فيما فكر وفيما أنتج وفيما تحرك. لأنه كان يشير إلى الإسلام فيما فهم وفيما حقق وفيما أنتج وفيما كتب وفيما خطب وفيما تحدث، فإنه هذا النهج سيكون نهج حياة، لأن الإسلام هو نهجنا في هذه الحياة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إسلامنا هو الدين الخاتم، وعندما يتحرك الإنسان لينتج من خلال هذا النهج الإسلامي القرآن الذي يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يحاكي الإنسان في معدنه الأصيل ويضع القواعد التي يركن الإنسان إليها في مواجهة التحديات والمتغيرات، سيرة أهل البيت عليهم السلام أيضا الزاخرة بكل هذه المواكبة لحركة التاريخ، من الطبيعي أن يكون نهجه نهج حياة. أنا أفهم هذا المفهوم، مفهوم النهج ومفهوم أن يواكب النهج الحياة، أفهمه انطلاقا من ميزة كان يعيشها سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه في ما خطه من نهج في الحياة. هذه الميزة ترتكز إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه كان تأصيليا، بمعنى كان دائما ما يرجع إلى المرجعية المعرفية الإسلامية، القرآن والسنة الشريفة وسيرة أهل البيت عليهم السلام، من أجل أن يؤصل المفهوم. كان لا يرتجل وكان لا يسمح للواقع بأن يفرض عليه أي، حتى استخدام المصطلحات التي ينتجها الآخرون كان يعيد إنتاجها ويقول نحن نوافق على هذا المصطلح ولا نوافق على هذا المصطلح. فكان يناقش كل شيء انطلاقا من مرجعيته المعيارية. النقطة الثانية أنه لم يكتب من خلال ولم ينتج من خلال الترف الفكري الذي كان يعيشه المفكرون الذين ربما ينطلقون بالأبراج العاجية ربما يطرقوا مواضيع قد لا تتصل كثيرا بالواقع. كان يكتب للحياة ومن الحياة، بمعنى كان يعيش هو في قلب الواقع، وكان الواقع هو الذي يطرح عليه أسئلته وإشكالياته وبين الناس من أجل أن يعالجها. ولذلك كان يكتب من وحي هذا الزمن وحركيته، من وحي هذه الحياة بكل ما تفرضه من واقع متجدد. ولذلك أستطيع أن أقول بأن نهجه ونحن نقرأه اليوم بعيدا عن أي مديح وأي جانب شخصي وحتى ارتباط عاطفي، اليوم عندما نقرأ السيد فضل الله رضوان الله عليه في فكره فيما أنتج، نشعر بأن الساحة لا تزال تعيش هذا الفكر غض وطريا، وأكاد أقول بأننا لا نزال حتى مقصرين كثيرا في فهم ربما كثير من العمق الذي كان يستهدف. نسأل سمحت السيد عن هذا السر، هذا الامتداد والتوهج، كلما ابتعدنا أكثر عن تاريخ الوفاة أو الرحيل رح نحكي، ولكن أعود الآن إلى فضيلة الشيخ محمد أديب السرجي وأسأل على الصعيد الشخصي، كيف تعرفت إلى السيد فضل الله؟ تتحدث بكل هذا الحب، هل يعني سبق لك وأن التقيت به على الصعيد الشخصي أم سمعت عنه قرأت له؟ يعني حدثنا أكثر، وما الذي جذبك واستوقفك في شخصه وفكره؟ لا شك ولله الحمد التقيت بسماحة السيد، وكان أول لقاء في سوريا وفي حلب بالذات. جميل. لكني كنت أعرفه من قبل أن ألتقي به وأتشرف بذلك شخصيا، وقد كان تعرفي إلى السيد الأكثر عمقا، لا أذكر أنه بالضبط، كنت في المرحلة الثانوية حقيقة لما كنا نعرف السيد، وأنا أتكلم عن أواسط الثمانينات من القرن الماضي.
لكن التعرف الجاد كان خلال المرحلة الجامعية وأنا في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وكان السيد رحمه الله يصدر أو قد أصدر حينها حلقات أو حلقات عديدة من تفسيره من وحي القرآن. وكان هذا التعرف الأقوى إذا قلت عن طريق القرآن الكريم. ولذلك أنا كما ذكرت في سلامي قلت له، وهذا حقيقة، قلت له جعلتنا من القرآن أقرب. الله. لأني فعلا أنا شخصيا بالمناسبة كانت أول حلقة بحث سيد كتبتها في كلية الشريعة وأنا طالب في السنة الأولى، كانت حول سورة لقمان وكيف عالجها السيد في تفسيره من وحي القرآن. هذه أول حلقة بحث كتبتها في كلية الشريعة، كانت تصدر حينها أجزاء صغيرة في قياس صغير مطبوع من وحي القرآن قبل أن يتكامل ويجمع في مجلدات. ومن هذه النقطة سأنطلق إلى السؤال الذي سألتيه حضرتك لسماحة سيد جعفر، ما يتعلق بالنهج، نهج الحياة، نهجك حياة. أنا بالنسبة لي أرى هذا العنوان من خلال القرآن الكريم، يعني أنا أجد أصالة هذا العنوان في القرآن الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى الذين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أيضا ويقول سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذه كما تعلمون قد قيل في تفسيرها الكثير، ومن جملة ما قيل وهو الأرجح عندي، وكنتم أمواتا أي كنتم في طور الجهل والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى فأحياكم الله بالوعي والبصيرة والإيمان. لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، لا يقصد القبور التي هي التربة التي تدفن فيها الأجساد، وإنما يقصد قبور الجهل والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فنهج السيد بالنسبة لي لا شك أنه نهج حياة، لأنه نهج القرآن، لأنه نهج رسول الله، فلنحيينه حياة طيبة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأنا أعتقد أن السيد رضوان الله عليه كما من سبقه ومن سيليه من المصلحين ومن المجددين ومن كبار القادة المؤمنين، هؤلاء يعيدون إحياؤهم، عملية الإحياء التي يصنعونها هي إعادة وصل ما بيننا وبين حياة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو رائد، هو موجه لنا، يأتي هؤلاء المجددون المصلحون لكي يعيدوا الصلة ما بيننا من جهة وبين القرآن الكريم، وما بيننا وبين الواقع، لأن الإنسان في كثير من الأحيان ينفصل عن القرآن عبر انفصاله عن الواقع، لأنك لا يمكن أن تعالج القرآن وأن تفهم القرآن ما لم تفهم الواقع المعيش الذي أنت فيه، وما لم تفهم الإنسان الذي من حولك والإنسان الذي فيك. ما يزيد على 114 كتابا، وهو بالمناسبة يشبه عدد سور القرآن الكريم التي هي 114 سورة، ما يزيد على ذلك من مؤلفات السيد رحمه الله. أنا كل يعني إذا أردت أن أسأل أو إذا سئلت عن خيط ناظم فيما بينها لقلت أن الخيط الناظم هو الإنسان والقرآن. جميل. وهذه هي عملية الإحياء. جميل جدا. التي اشتغل عليها السيد كما اشتغل عليها طبعا كل الأنبياء. الأنبياء اشتغلوا نفس المهمة، وهؤلاء الشهداء بالمعنى، تعلمون طبعا معنى الشهيد بالمعنى القرآني الواسع، والذي لا يقتصر طبعا على من قتل في سبيل الله قتلا، وإنما من حي حياة الشهادة. السيد رضوان الله عليه من أعظم شهداء القرآن الكريم، الذين أعادوا الربط، أعادوا لنا القدرة على التواصل من جهة مع القرآن الكريم ومن جهة مع الإنسان أينما كان وكيفما كان. نعم، القرآن كتاب حياة بلا شك، وهو عين الحياة. سمحت سيد جعفر فضل الله، أمامك على الطاولة ورقتان تحمل كل منهما كلمة، أطلب منك أن تأخذ الكلمة الأولى لو سمحت. نعم. ما بها وما تحمل؟ يعني هي تحمل الحنين. الحنين. سؤال، يعني اليوم إذا هيك
عدت بالذاكرة إلى ما قبل 12 سنة، ما أكثر ما تحن له؟ ما أكثر ما يعني يستوقفك في الذاكرة ويعني يعن على بالك؟ في الواقع أكثر شيء هو ما كان يمثل بالنسبة إلينا النعمة الكبرى، وهو هذه الجلسات التي كنا نسرق فيها الوقت من السيد رضوان الله عليه لنطرح عليه مسألة علمية فقهية أو فكرية، أو نتدارس هذا النوع من ربما الأفكار والمفاهيم التي يطرحها. كنت أحمل له هذه الأسئلة التي تدور في بالي كلما سنحت الفرصة. بطبيعة الحال تشعرين بأنك أمام شخص لا يتحرك معك سلطويا عندما تحاكيه في الأفكار، بمعنى أن كل ذلك الحضور والهيبة والزخم وأيضا التجربة والخبرة والعلم هو الذي يحضر، وبالتالي يشعر الإنسان بالتصاغر أمام ذلك، فلا يعود يحسن كيف يمكن له أن يسأل ولا حتى أن يستشكل وما إلى ذلك. كان يتواضع تواضعا حقيقيا، وكان يستمع جيدا، وكان يتقبل الفكرة وينزل منزلة كل من يجالسه بطبيعة الحال. وهذا كان يمثل بالنسبة إلينا غنى كبيرا، لأنه هذا الذي يصنع الإنسان، هذا ما يحرك الفكر. هو لا يلقي إليك الفكرة من علن، وإنما هو دائما يحاول أن يجري حوارا، وهذا الحوار يعطي ويأخذ ويستمع ويلقي الكلام لتصنع الخلاصة يفكر معا بطبيعة الحال. وهذا هو هذا تواضع إنساني من جهة، وأعتقد تواضع حقيقي. السيد فضل الله كان يعيش هذه الروحية، أنه كان دائما ما يحاول أن يأخذ حتى من المستمع مهما كان موقعه. أذكر يوما سألني ما رأيك أن نقوم بزيارة لمكان معين، وكان هناك بعض التعقيدات التي تكتنف تلك الزيارة. أنا قلت له إذا شايفين يعني مصلحة في ذلك فتوكلوا على الله. فقال لي أنا ما أسألك رأيي وإنما أسألك رأيك. هذا النوع من دعيني أقول إلغاء أي لبوس من لباس السلطة المعرفية والسلطة الإيمانية التي تشعر الإنسان بهيبة الواقف أمامك، كان السيد يلقيها. ولذلك أعتقد هذا سمح للكثيرين بأن يوغلوا في الاختلاف كثيرا إلى حد التجني معه، وأن يتطاولوا بطبيعة الحال. وهذا التواضع بطبيعة الحال ويغرل كثيرين بهذا النحو، لكن لم تكن تلك مشكلة، لأنه كان يعرف بأنه وإن حصل ما يحصل وردات الفعل الموجودة، كان البذار الذي يلقيه هو يصل في نهاية المطاف، ولا بد أن ينبت يوما ما، وهذا ما نجده، ولا بد أن يرى. وأيضا هذا ما نلاحظه. فضيلة الشيخ محمد أديب ياسرجي، أيضا لو سمحتم أمامكم دوري. ورقتان، وأطلب منك أن تختار الكلمة الأولى. الأولى الأمة. الأمة، أين كان موقع الأمة في فكر السيد ووجدانه وفقا لقراءتكم ومتابعاتكم؟ يعني نتحدث هون عن الأمة ضمنا قضية الوحدة، قضية فلسطين. طيب دعيني أتكلم عن إسقاطات هذه الكلمة بغض النظر، وسيكون له صلة بسؤالك. تفضل. بسؤالك يعني كيف أنا أجد الربط ما بينها وبين سماحة السيد رضوان الله عليه. سأعود إلى القرآن. أمامي كلمة الأمة وأنا في حضرة السيد رضوان الله عليه، تخطر ببالي آيات. الأولى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، والثانية قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. السيد رضوان الله عليه كان أمة، إن فضل الله كان أمة، كما كان جده إبراهيم أمة. وتعلمون جميعا ما قدمه العديد من الباحثين والكتاب الكبار حول مفهوم الأمة في عصرنا الحاضر خصوصا، وما تتضمنه أو تستبطنه هذه الكلمة من جماعة بشرية منظمة لها مبدأ ولها منهج ولها هدف، وهي تقوم بعمل دائب
لكي عبر انطلاقا من المبدأ عبر المنهج وصولا إلى الهدف. هذه المقومات بلا شك أنا أجدها في عمل السيد. السيد كان أمة لأنه كان رجلا صاحب مبدأ وصاحب منهج وصاحب هدف واضح، وقد ربط بين هذه الثلاثية من خلال عمل واضح. نعم. السيد كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قارب كل المجالات الإنسانية. نعم. وحاكى كل المحطات في الحياة وكل الفئات من البشر. وهنا أنا أصل حمل هم أن الأمة، أن السيد أمة منفتحة على كل الأمم. لم يكن جميل. لم يكن السيد رحمه الله إلا كما كان يقول القرآن الكريم الأمي في عندما اصطلح القرآن على تفسير على استخدام كلمة الأمي كما أفهمها، أي الأممي الذي تنتشر دعوته ويتوجه خطابه. ولا يعني بذلك الفهم السطحي للكلمة بأنه لا، بغض النظر إذا سميناه سطحي أو غير سطحي، هو أحد الفهوم المطروحة. نعم. يعني وإن كنت أنا لا أتمنه شخصيا، يعني أنه لا يدرك القراءة والكتابة. الأمي الأممي. كان السيد رحمه الله رجل أمة، وعى أمته، وعى مشكلاتها، وعى حاجاتها، وعى المستقبل الذي تطمح أن تصل إليه، واشتغل على ذلك. لذلك كما كان يقول هو رحمه الله، وأنت قد ذكرت في سؤالك مصطلح الوحدة، الوحدة بالنسبة إلي ليست مصطلحا طارئا ما دام هو رجل كلمة التوحيد، والتوحيد لا بد أن ينتج هذه الوحدة، لا بد للموحد أن يكون لمن يوحد الله سبحانه وتعالى أن يكون موحدا للناس، لا بمعنى إلغاء الاختلافات فيما بينهم، لأننا كما أشرنا في البداية هذه الاختلافات هي عامل ثراء وفضل من الله سبحانه وتعالى. وقد تعلمون أكثر مني ما كان يتكلم به السيد عن أن الوحدة واللقاء على سبيل المثال ما بين السني والشيعي لا تعني أن يلغي ما بينهما من اختلاف، لأن هذا الأمر فضلا عن كونه مستحيلا هو أمر غير مرغوب ولا ممدوح أصلا، لأننا بذلك نتحول إلى نسخ مكررة عن بعضنا، نلغي أنفسنا ولا يثري بعضنا الآخر، ولا يثري بعضنا الآخر، ولكن أن نختلف وأن نتعلم كيف نختلف وكيف نتوافق وكيف نتحاور فيما اختلفنا فيه. ولن أكرر كلمات السيد، أنا أصلا أستخدم هي بعض مصطلحاته. نعم. رضوان الله عليه. أيضا هذه الأمة بحد ذاتها هي أمة منفتحة في حياتها وفي حوارها الحياتي على كل الأمم الأخرى وعلى الإنسان من خلال اللقاء على مساحة الخير ومساحة العمل للعدل ومساحة رفع الظلم ومساحة قضاء حوائج الناس، وهذه أمور لا تحدها حدود. والسيد رحمه الله، لذلك أنا أعود فأختم بما يعني بدأت به فقرتي هذه، لأن السيد عمل على هذا المنهج، منهج الأمر بالمعروف الذي هو يعني خير كل الناس، والنهي عن المنكر الذي هو ما يسبب الأذى لكل الناس. لذلك أنا أقول عن السيد أنه كما كان جده إبراهيم عليه السلام رحمه الله، أنا أؤمن جدا أنه كان أمة، وعلينا أن نعيد اكتشاف وتقديم للناس ما فيه من معالم هذه الأممية. نعم، وأن نسعى لنشر هذا الإرث الإنساني الكبير. أعود لك سماحة السيد جعفر فضل الله، وأستميحك بأن تأخذ الورقة الأخرى وتقرأ الكلمة الظلم. التي عليها ظلم. يعني أيضا كيف قارب السيد فضل الله مسألة الظلم وقد عاشها مرارا، يعني بشكل شخصي أو في تصديه لهموم الوطن والأمة والإنسان؟ طبيعة الحال العدل يمثل الأساس في حركة الرسالات وحركة الدعاة وحركة المصلحين، ومن الطبيعي أن يرفض الإنسان الظلم من أي كان، سواء الظلم السياسي أو الظلم الاجتماعي أو الظلم الاقتصادي أو ما إلى ذلك. وهذا كان جزء من حركة دؤوبة لسماحة السيد رضوان الله تعالى عليه من أجل رفع مستوى الناس لتدرك، لأننا نعرف بأنه في كثير من الأحيان الناس لا تدرك أن هناك ظلما واقعا عليها، لأنها اعتادت ربما أن تتحرك ضمن طريقة معينة في إدارة الأمور. لذلك تجد كثيرا من الناس الذين يرزحون تحت ربما الأنظمة القمعية لا يشعرون بأن هناك مشكلة في ذلك حتى ينتبهوا في لحظة ما. إثارة الوعي ورفع مستوى الأمة في تفكيرها وأن تنظر إلى الأمور في أفق واسع وأيضا بعمق لا بأس به
كان الهم الأساس. عندما يقف السيد كان في دروسه في تفسير القرآن أو في ليلة الجمعة، حتى في كثير من القصص القرآني الذي يعالجه فكريا وروحيا معا، أو في خطبة الجمعة التي تمثل، كانت بالنسبة إلينا في الثمانينات إلى حين وفاته كانت تمثل بالنسبة إلينا سياحة، ليس سياسية فقط لموقف سياسي هنا وربما مفردة معينة يعلق الإنسان عليها ليسجل نقطة هنا أو هناك، كانت هي سياحة تثقيفية في الفهم السياسي لما يجري في هذا العالم. لذلك عندما كان يؤكد ويبدأ خطبته دائما من فلسطين كنقطة مركزية محورية للظلم العالمي اليوم، هذا ليس اعتباطا، هو يريد أن يؤكد على أن مشكلة العالم اليوم، مشكلة المنطقة، هي احتلال فلسطين وهذا الكيان الصهيوني الذي زرع كقاعدة استعمارية كبرى. مشكلة العالم اليوم هو أيضا فلسطين، لأن العالم اليوم هو يقف عاريا أمام منظومة القيم، لأنه وصل إلى مرحلة أنه يريد أن يشرع، يعطي شرعية لكيان أنشئ على أساس الظلم والاغتصاب والقهر والاحتلال، وهذا خلاف شرعة حقوق الإنسان. إذن العالم ينقلب على عقبيه في ذلك. فإذن فلسطين تشكل النقطة المركزية المحورية لهذا الظلم العالمي، ومن الطبيعي أن هذا الظلم هو، نقول، ليس بالجملة بمعنى أو ليس بالعناوين فقط، وإنما ينزل إلى كل تفاصيل الحياة. لذلك كان يربط السيد رضوان الله تعالى عليه دائما الظلم السياسي أيضا بالظلم الأسري، ويقول نحن في أسرنا قد ننتج ديكتاتوريات وقمعيين وسياسيين يمارسون القهر للناس وشعوبهم، لأنه يقال للإنسان في داخل البيت الأسري أنت لا كلمة لك مع من يملك السلطة، هو الأب أو الأم مثلا، وبالتالي أنت تعلم هذا أو تبرمج هذا الذهن على أن يكون مقموعا لأن هناك صاحب سلطة فوقه، وبالتالي تصبح المسألة نسبية لأن هناك سلطات محلية وهناك سلطات إقليمية وهناك سلطات دولية وما إلى ذلك. فالإنسان الذي يبرمج على أن يخضع للسلطة سيكون ظالما صغيرا، ولكنه أيضا خاضع لظالم أكبر منه، وهكذا في التراتبية. هذا الأمر يمثل أساس. أما بالنسبة لسماحة السيد رضوان الله عليه أشرت إلى هذه النقطة وأنه ظلم في حياته، هو كان يعني هو كان رافضا للظلم بكل أشكاله، ولكن ما يتعلق بظلمه الشخصي كان متسامح بشكل، شوف السيد يعني رحمة الله عليه، يعني هو علمنا سيرة السلف. الإمام علي عليه السلام عندما كان يقف بعض المواقف ويتنازل يقول لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور، يعني ظلم، إلا علي خاصة. إذا المسألة في المسألة الشخصية أنا لا هم عندي، إذا كان الإسلام يسلم بذلك، إذا كان الخط يسلم بذلك، إذا كان المشروع يستمر بذلك، أنا لا مشكلة عندي في الظلم الشخصي. لذلك كان يسامح كثيرين من الناس ويترفع عن ذلك، بل كان يجد أحيانا لبعضهم شيء من الأعذار، يعني بعض الكلمات كان يقولها السيد، هذا ليس في المجالس العامة وإنما حتى في المجالس الخاصة، كان يقول ربما بعض الناس يجدون المصلحة الإسلامية العليا في محاربتي، يجدون مبررات مثلا. هذا طبعا هذا ينم عن روح مترفعة إلى حد كبير جدا، هو تجرد كثيرا، ولكن بطبيعة الحال كان يعيش ظلامة كان يعبر عنها وهي تمثل حسرة بالنسبة إليه. يقول أنهم منعوا كثيرين ممن ربما أطلقوا فتاوى أو مواقف، أنهم منعوا الناس من قراءة كتبي، من قراءتي، لأنني لم أكتب شيئا إلا للإسلام، ولم أكتب شيئا إلا للرسالة، ولم أكتب إلا ما هو حاجة للناس، لا في الزمان الذي عشناه فقط وإنما في الزمان الآتي. لذلك عندما نقرأه اليوم، لأنه كان يفكر في حجم الزمن القادم، في إشكاليات قادمة، كان يجيب على أسئلة لم تسأل في زمانه، لذلك لم يكن كثيرون يفهمون عليه بعض القضايا. هذا أشد الظلم الذي ظلم به سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا رفع هذا الظلم، وليس بأن نمسك ظلمه كقميص وأن نسجل به نقاط على الآخرين. الآخرون أيضا يتغيرون، وربما بعض الذين أساءوا في الماضي هم يعيدون حساباتهم في الحاضر أو ربما في المستقبل. ليست المشكلة هي هنا، المسألة هي أن نبدأ من نقطة محورية كانت تشكل بالنسبة إليه أساسا للعدالة مع هذه الشخصية، وهي أن
يكون هذا التراث الذي تركه بين أيدينا هو تراثا يقرأ وينقد ويبنى عليه ويؤسس عليه من أجل أنه يؤسس لانطلاقة حضارية متنوعة الأبعاد. جميل، وهكذا ينصف بطبيعة الحال يعني. وإلى مدى الدهر أعود لك قبل أن يذهبنا الوقت سماحة أو فضيلة الشيخ محمد أديب السرجي، وأدعوك أيضا لأن تقرأ لنا الكلمة الأخيرة على الورقة. الدين أو التدين، مشكلة المشكلات وحل الحلول. يعني في نظر السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، كمان يعني بإطار الظلم، أنه تهم السيد فضل الله بالاستسهال، تبسيط لبعض الأمور الشرعية، تشكيك بين مزدوجين يعني، وننقل في بعض الأمور العقائدية، يعني هذه تهم وجهت إليه وظلمة في الكثير منها. كيف من خلال متابعتكم أيضا قرأتم الدين في نظر السيد فضل الله؟ اتهم السيد رحمه الله بالتساهل، وسأتهمه الآن أنا في محضره ومحضركم الطيب بالتساهل أيضا. لكن دعونا كما أشار سماحة السيد جعفر أن نحدد المصطلحات، ما المقصود بهذا التساهل؟ إن كان التساهل تفريطا في الدين فلا شك في أن السيد هو أبعد الناس عن هذا التساهل، أو كان تفريطا بحقوق الإنسان فهو كذلك أبعد الناس عنه. أما إذا كان التساهل الذي رمي به السيد رضوان الله عليه يشير إلى قول الله تعالى الذين يتبعون النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والشاهد الآن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن كان المقصود بالتساهل ما أشارت إليه هذه الآية فنعم، لقد كان السيد متساهلا كما كان رسول الله بنص هذه الآية متساهلا. لا ننكر ولا يجوز أبدا، بل يجب علينا وبجرأة وشجاعة أن نعترف أن كثيرا منا حول الدين بتراكم العادات وبالعصبية وباتباع ما ألفينا عليه آباءنا، حولنا الدين إلى إصر، إلى ثقل، أو إلى ثقل ينوء به الإنسان، وإلى أغلال تقيد حركته وهو يسعى لإعمار هذه الأرض. لقد جاء الأنبياء وتيسير الحياة. لقد جاء الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يزيلوا هذه الأثقال عن كاتف وكاهل الإنسان، ولكي يحرروه من هذه القيود. نعم، السيد متساهل، إذا كنا نعني بالتساهل نبذ العصبية، وإذا كنا نعني بالتساهل أن يكفر بما ألفينا عليه آباءنا وإن كان آباؤنا مخطئين. وكان السيد متساهلا إذا كان التساهل يعني التيسير على الناس، وإن هذا الدين يسر، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، يعني لا يمكن لأي عصبية أن تتفوق على يسر الدين. نعم، الفقه رخصة من أو الحكم الرشيد هو رخصة من فقيه، ولا شك في أن سماحة السيد رحمه الله ورضوان الله عليه فقيه بكل ما للكلمة من معنى. فقيه لأنه أدرك وعلم روحية ونصوص هذا القرآن وسنة رسول الله ومنهجه وطريقته، وأيضا فقه الإنسان وربط ما بينهما ربطا حكيما من أجل أن يفتح لهذا الإنسان سبل الحياة. هل كان الله سبحانه وتعالى عاجزا، حاشاه، عن أن يخلق إنسانا كما الملائكة؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكد وأن يسعى وأن يتحمل المسؤولية وأن يكون واعيا، وهديناه النجدين. وهذا الإنسان بحاجة إلى من يزيل أمامه العقبات التي تنسب في كثير من الأحيان ظلما وزورا إلى الدين وإلى الله سبحانه وتعالى. وقد نسبنا إلى ديننا وإلى رسولنا وإلى قرآننا كثيرا من الأشياء التي هي ضد الإنسان وضد الله سبحانه وتعالى وضد الدين. ومهمة المجدد أن
يزيحها من طريق الإنسان لكي يفتح له ولكي ييسر عليه. إذا كان السيد ميسرا بهذا المعنى وهو كذلك حقا كما أراه أنا، فنعم هو ميسر وهو متساهل، ونعم المتساهل هو. وجزاك الله خيرا عنا أيها السيد الحكيم الشجاع، لأن المسألة هذه مسألة التساهل بهذا المعنى الذي ذكرناه الذي أشار إليه القرآن تحتاج إلى جرأة كبيرة. وسمعت سيد وأنت تتكلمين والسيد جعفر يتكلم، خطرت في بالي كلمة للسيد المسيح سلام الله عليه وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء والمرسلين موجودة في إنجيل لوقا، كلمة رائعة وجميلة. أنا يعني لو لم يتكلم بعض الناس على السيد لشككت في السيد، مع العلم كما أشار سماحة السيد جعفر أن الذين تكلموا عليه لم يكونوا على مستوى واحد، منهم بلا شك ناس طيبون ومخلصون وعلماء أخطأوا التشخيص، ربما تجاوزوا في التعبير، هذا أمر نحن لا ننكر فضلهم بلا شك، يعني وإن كنا لنوافقهم فيما ذهبوا إليه ونعتبر أنهم ظلموا السيد، لكن ليس كل من تكلم على السيد هم في يعني على سوية واحدة، يعني هم مختلفون، منهم من دفعهم العصبية والجهل والجهل والطغيان، ومنهم من كان يعني الذي دفعهم إلى محاربة السيد الخطأ، وليس من طلب بغير نية أبا. أيوة، ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. فالسيد رضوان الله عليه لو لم يختلف فيه ولم يقل فيه هذا الكلام الذي قيل لشككنا فيه، لكنه من فضل الله أنه قيل فيه هذا الكلام لكي نتأكد أنه رجل واقعي وليس رجلا طوباويا لا يعيش على هذه الأرض. ويعني هون يمكن دائما ما بعرف قديش تصح هذه المقولة أنه من يعمل يخطئ أو هو معرض بطبيعة الحال وهو معرض للتقييم بأنه مخطئ أو على حق وإلى آخره، خصوصا الإصلاح. يعني الإصلاح مسألة ترتبط بالمدى البعيد جدا. أولا هي تخاطب العقل وتريد أن تغير البرمجة، صحيح، وعادة نقول البرمجة هي مسألة طويلة الأمد، بالتالي أنت تخاطب ما هو طويل الأمد ليس على مستوى العقل فقط وإنما حتى على مستوى الزمن. يعني قد تشاهد أنت ما لا يشاهده الناس فتحاكيهم في الآتي إليهم. وبطبيعة الحال الناس بين مشكك وبين غير فاهم وما إلى ذلك. الجبهة عندما يكون فيها من يترصدون سيحاكون الغرائز والشهوات، وعندئذ سيحاكون ما هو قصير الأمد والأكثر التصاقا ربما بانفعالات الجماهير وظاهر الأمور واستغلال هذه القضايا من أجل تنفيذ ربما أهداف معينة والوصول إليها لتدمير شخصية وتشويه السمعة. من الطبيعي هنا أن التاريخ عندئذ سيحدد فعليا وسيميز بين الجبهتين، لأننا أمام جبهة تعتمد الأساليب التي يعتمدها الشيطان فيما قصه الله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من جانب، وبين الأريحية الأخلاقية التي مارسها الأنبياء التي عاشها الأنبياء في أشد حالات الصراع، كيف كانوا يتعالون أخلاقيا وكيف كانوا يمرون ويقولون سلاما لمن جهل عليهم، وكيف كانوا يغفرون لمن أساء إليهم، وكيف كانوا أيضا حكماء حتى في حركتهم في إيجاد عناصر التغيير في مدى المستقبل الآتي. ولذلك اليوم نستطيع أن نميز ببساطة بين هذا الأسلوب النبوي الرسالي وبين أساليب ذهبت مع الريح وذهبت مع طيات الزمن ليبقى ما ينفع الناس والزبد يذهب جفاء تماما، وهو ما حصل يعني وسيبقى من هو الأصلح للبقاء إن شاء الله تعالى. ضيفي الكريمين أهلا وسهلا بكما في رحاب هذه الذكرى وفي حضرة هذا الكبير، إن شاء الله دائما نجتمع على ذكره الطيب وإرثه الإنساني الخالد. أهلا وسهلا بكما سماحة السيد جعفر فضل الله، وأيضا فضيلة الشيخ محمد أديب السرجي، نورتنا وأهلا وسهلا بكم في لبنان. وبالسلام نختم كما بدأنا، سلام الله ورحمته على سيدي وعلى كل من أحب السيد. وبعد كلامكم ما في كلام، الله يحفظكم. سلام مشاهدينا ومستمعينا، مستمرون معكم إلى هذا الفاصل ثم نعود. إن المقاومة تمثل عقلي وقلبي
وشعوري وحياتي. ولذلك عندما خاطبت المجاهدين المقاومين كنت أخاطبهم من كل قلبي. سيدنا سيد فضل الله كان في فرق بينه وبين رجال الدين الآخرين. سيد كان عنده تقدم فكري والبحث الدائم بالتغيير نحو الأحسن وبالوضوح للقضايا الدينية الشرعية الفقهية. يعني في كثير من الأمور سيدنا حكاها وما فهموها، فيما بعد صاروا يحكوا ويبحثوا ويشرحوا. يعني في فتاوي عطاها يمكن كان عند بعض الناس مش واضحة شو، فكانوا متحيرين أو كانوا رافضين، بس فيما بعد وقت اللي فهموا واستنتجوا وبحثوا وجدوا إنه هذا كثير متقدم. فسيدنا فكره متقدم وبذل قصارى جهده أن يكون في دائما موضوع جديد على صعيد الإسلامي وخاصة على صعيد الشيعة يقدم ويطور يوصل الرسالة. وهو أهم شيء كان سيدنا بركز على الشباب، عنده اهتمام بالشباب بشكل هائل. وكثير لحد اليوم الحمد لله، لحد اليوم ما انه صار له كم سنه رحمه الله عليه غايب، بس في تمسك فيه وفي استمراريه لفكره ولفتاويه ولاعماله رحمه الله عليه. على كل حال الكبار ما في حدا يقدر يوصل انه يكافئهم، هو الكفاءة بيكون من الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن كل اللي بنعمله نبعث له رحمة ومحبة ورحمة الله عليه. الإسلامية بفقدها هذا العلم الشامخ فقدت رجلا مهما وشخصية عظيمة، ظلت واقفة في وجه أعداء الأمة الإسلامية بكل جرأة وشجاعة، ممثلة بذلك القدوة لكل علماء الأمة، حيث كان هذا الرجل العظيم ممن يصدق فيهم قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. السيد عبد الملك الحوثي. من جديد سلام الله ورحمته عليكم، نرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا، مستمرون معكم في هذه المواكبة للذكرى 18 لعروج روح سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، وفي هذا البث الحي والمباشر من جوار ضريحه المبارك. في هذه الأثناء استقبل الشاعر الأستاذ مارون أبو شقرة، أهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا في رحاب هذا الكبير، ومعا إن شاء الله نجتمع على ذكره. أهلا بكم والله يرحم سماحته بعد 12 سنة. منقول ما أحوجنا إليه. نعم، يعني بالبداية هيك بهالأجواء وأنت إلى جانب الضريح، ماذا يتراءى إلى ذهنك؟ ماذا يخطر في بالك؟ بدك تحكي معه، بدك تقول شيء بشكل عام من وحيه. هو إمام
إمام الانفتاح، وإمام الحب، إمام الإنسانية، إمام العقل، إمام القلب. ونحن بالزمن يلي منحتاج لها وكله. نعم. للأسف يعني إنه نحن في قاع مستنقع الكراهية ولا عقل ولا قلب ولا حكمة ولا قد ما بدك لقات كان يرفضها سماحة السيد. نعم نعم. مستنقع الضيق، ضيق الإنسان حس هيك كيمشين، كيمشين على قلوبنا وعلى عقولنا. وهو رحمة الله عليه كان يقول أن تكون إنساناً، أن تكون إنسانيتك في إنسانية الآخر، أن تعيش آلام الآخر، أن تعيش تطلعات الآخر، آفاق الآخر. يعني دي كان عنده الآخر مهم كتير. يعني حتى مثلاً من أوائل الناس الذين وصفوا السيد المسيح طبعاً بقول أنه هو إنسان الله. جميل جميل. إذا بدي أقرأ لك كتير أشياء بهذا المعنى. نعم. مثلاً هلأ لا تقولوا هذا شيعي، هذا سني، هذا مسيحي، قولوا نحن مواطنون. نعم. وهذا البلد بلدنا. نعم. وإذا تقدم البلد تقدمنا، وإذا اغتنى اغتنينا، وإذا افتقر افتقرنا. إذا بدي نقرأ أشياء كتير يعني حول الحب، يعني مثلا كونوا المتدينين الذين لا يعتبرون أن الجنة لهم وحدهم وأنهم وحدهم عباد الله. كل شعار ديني يزرع الحقد هذا مش دين. نعم نعم. بحزم. طيب استاذ مارون، يعني كيف وصلت لسماحة السيد؟ ما سمعت. عفوا. كيف وصلت لقلو؟ كيف تعرفت عليه حتى تقدر تتعمق هالقد بأفكاره ومنادى به؟ بأوائل التسعينات أو أواخر الثمانينات كان في مجلة تصدر عن دار رياض نجيب الرئيس من بريطانيا. نعم. اسمها الناقد، يمكن كانت يا سنة 89 يا 90، بيعملوا عدد بسموه بيروت عاصمة ثقافية. بينشر كتير ناس لبنانيين مفكرين يعني مثل مروان فارس، مثل المطران خضر، مثل دكتور عصام نعمان يلي بعدين صار وزير، مثل بشارة مرهج اللي صار وزير، وسمعته بينشروا مقالات. أنا مش شيعي، يعني أنا اسمي يعني بدل على هويتي الدينية. أنا ماروني. وكان درج إنه يطلق على المسيحيين صفة العمالة إلى الغرب. فبقرأ بهالمقالة، أنا بقرأ ما يلي. بيقول ارتباط المسيحيين بالغرب هو ارتباط عقائدي إيماني تماما كارتباط الشيعة بالنجف أو إيران والسنة بالسعودية. هيك أول مرة بقرأ شيء لسماحة السيد من ضمن هالمقالة. بتروح المسألة أبو شي سنة زمان، بيصير في لقاء بالكلية الشرقية بزحلة يلي هي مدرسة تابعة للرهبني شويري. بيكون سماحة السيد وعم بيقدمه الوزير عصام نعمان يلي ما كانش صار وزير. نعم. كان اللقاء عنوانه العقل والدين. وانا يعني انا انسان علماني، يعني صح انه خلفيتي مسيحيه بس انا غير طقسي. عم بسمع المحاضره، بيخلص المحاضره بيفتح المجال للناس تسال اسئله. ببعث له سؤال انا انه حتى ولو اعترف يعني لا دينيون انه هنالك عقل كلي، هذا لا يعني ان المفاهيم الدينيه هي مفاهيم نهائيه. قال لي هو انا لا ازعم ان المفاهيم الدينيه هي مفاهيم نهائيه باستثناء مثلا مساله وجود الله. بس هو وقت بيقول لي هذا الكلام
أنا لا أزعم أن المفاهيم الدينية هي مفاهيم نهائية. أنا بالنسبة لي كان أول مرة بسمع رجل دين بهالحجم هذا عم بيقول المفاهيم الدينية ليست مفاهيم نهائية. بيقول عندما يتعارض العقل والدين على الدين أن يراجع أوراقه. نعم، أو العلم والدين. نعم، عندما يتعارض العلم والدين على الدين أن يعارض أوراقه، أن يراجع أوراقه. هاو بالنسبة لي كان رجع وقع بين إيدي مجلة النقطة يلي هي مجلة تعنى بالفن بالرسم، يلي كان في إلو فيها مقالة رهيبة بيقول فيها إنه الفن ليس نقلا ساذجا للواقع، هو إعادة صياغة للواقع. وهو كان غير معترض يعني على مسألة الرسم. نعم طبعا. بلشت هالشخصية يعني صرت تبعها عبر البينات، كان بعرفش إذا بعدها بتصدر هلأ. نعم تصدر. يعني أكثر هي بتصدر إلكترونيا كموقع. كانت ورقية. كانت ورقية صحيح. صرت قلت لك أنه أنا جاي من خلفية علموية إذا بدي كمان، مش بس أنه أنا علماني أؤمن أنه لا يمكن بناء دولة حديثة إلا بظل نظام مدني. صرت أقرأ إشكاليات مطروحة على مستوى العالم، أقرأ هو كيف عم ينظر لها. مثلا موضوع الاستنساخ. نعم. عم بحكيكي أنا كان بعده مستنسخين نعجي جديد بإيران، وقبل منها شوي بأمريكا، وكانت قايمة أيامات بعض المراكز الدينية في العالم على موضوع الاستنساخ باعتبار أنه هو اعتداء أو تدخل في عملية في الخلق. نعم. بقرأ عند السيد بيقول الاستنساخ ليس خلقا، هو استهداء لعملية الخلق. إذا ثبت أن الاستنساخ قد قدم خيرا للبشرية فهو حلال، وإذا ثبت أنه قد قدم شرا للبشرية فهو حرام. تلقائيا حرام. بموضوع مثلا الإجهاض، المؤسسات الدينية عادة عندها موقف صارم ضد الإجهاض. طيب إجا هو سأل أنه طيب في حال كانت الأم بخطر عندها طفلين وهي حامل، والحامل أكد الطب أنه يؤثر سلبا على صحتها أو على حياتها، شو الحال؟ هو قال ساعتها الإجهاض ممكن. يعني باختصار هو شخصية دينية، عادة الشخصيات الدينية قلما توازن بين الحقائق العلمية والعقلية والمسألة العاطفية. هو بيقول سمعته بيقول نعم. بيقول الإيمان يتوجه إلى العاطفة، يعني الإيمان هو مسألة عاطفية. وإذا الإنسان قال لأ أنا عمول، إذا الإنسان بدأ تقوده بس العاطفة ما يمكن يفوت يعني بالمجهول أحيانا. صحيح. يعني الإنسان بحاجة لإعمال العقل، والإنسان مكون من عقل وعاطفة، وما فينا نغلب وحدة على التاني. هو وازن حتى آخر حدود الدقة الممكنة. جميل. بين العقل وبين العاطفة. هو خلاني شوف قديش بإمكان هذا النهج إنه يقدم أو يساعد أو يستنهض البشر بهالمنطقة من العالم ليمشوا لقدام. كل اللي عم تتفضل فيه استاذ مارون ابو شقره مصداق يمكن اليوم لشعار السنه، شعار الذكرى نهجك حياه. تحس هالقد فايت بتفاصيل الناس بمواجعهم بهواجسهم بمشاكلهم حتى يعني الشخصيه بينهم وبين حالهم مع محيطهم الضيق مع العالم واسئلته الوجوديه. كنا عم نحكي يعني قبلا بالقسم الاول مع نجله السيد جعفر فضل الله، يعني قديش كان يتواضع
لأي سؤال من أي فئة من أي شخص وينزل منزلته ويحاول قد ما فيه يعطيه، ولكن يأخذ منها أيضا. هذا شيء كتير أساسي ومطلوب، وتحديدا عند عالم الدين يكون عم يقدر يزرع فكرة نقية بدها تجي بخلاصة نقاش حقيقي، مش إسقاط بين الكبير بمعناه الفكري أو حتى المقام، وبين من يسأله أو يطلب منه حله. تسمحي لي أقول لك شو بيقول حول التواضع؟ هو القول يعني يتقاطع مع شيء قاله يسوع. نعم. بيقول الإنسان كلما تكبر أكثر سقط أكثر، وكلما تواضع أكثر على أكثر. كان سماحته قمة في التواضع أكيد، وهذا اللي بيتابع كتبه وتفاعله مع ردود الناس وكيف بيجاوب عليهم بيكتشف قديش هو متواضع. صحيح. ويمكن هذه سمة في البيئة التي أثر فيها، أنه بتلاقي مريديه أو مقلديه كلهم يعني سمة أساسية. كنت هلأ أنا وجاي لهون عم بحكي أنا وصديقي فنان وسام كمال الدين عن هالسمة هايدي، التواضع. جميل. هو مش وحده يعني نقلها، بس هو كان فاعل جدا. يعني المسألة هي سابقة لوجود السيد، خلينا نقول هي الخط. نعم. جميل. في الخط كله. وقديه حلو هالانطباع، وبنفس الوقت بحمل مسؤولية لكل من يعني يضع نفسه على هذا الخط أو يعتبر نفسه منتمن له، أنه نكون على قدر إنسانية وتسامي ونبل السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، بمقدار أيضا التواضع والانحناء لأي مسألة ولأي فكرة. اسمح لي بهالأوقات أستاذنا نكون عم رحب بالشاعر الأستاذ محمد حسن تهيني. أهلا وسهلا فيك، انضم إلينا في هذه الأوقات. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني بعرف مشوارك كان صعب شوي والعجقات تهلك اليوم، يعني الله يقويك. وطبعا يعني جهد مبارك ان شاء الله. الله يطول عمرك يا رب. انه عم استاذ معروف خلي لي اياك يا رب عم تشاركنا هذه الذكرى. خليني اتوجه لك لحتى نكون عم نكسب الوقت. استاذ محمد تهيني، كثر يعني يسالون انه شو بتربط محمد تهيني علاقه بالسيد فضل الله؟ ليه بده يحكي عنه؟ ليه بده يكون مهتم ومعني بانه يشارك بذكرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافيه. العافيه ضيفك الكريم استاذ مارون. طول عمرك. بناء على السؤال تفضلت فيه، ماذا يربطنا بسماحه السيد؟ هو يربطنا الكثير. هو لانه سماحه السيد نحن مرتبطون به. سماحه السيد لم يكن نموذجا اسلاميا على مستوى الساحه الاسلاميه، كان نموذجا انسانيا. نعم. على مستوى الساحه الانسانيه، وبطبيعه الحال أن يتحرك الفرد نحو الكمال والأكمل. كان سماحة السيد محمد يمثل الصورة الجلية لهذا النهج الإنساني كما أراه. وبناء أو بما أنه كان يمثل هذا النهج في الساحة التي نعيش فيها، كنا ننجذب إليه، إلى محاضراته، إلى شعره، إلى توجيهاته السياسية والاجتماعية. بعدنا ما حكينا عن شعره. إلى عمله الدؤوب، كان في العمل الاجتماعي، في العمل السياسي. طبعا نحن أولاد الجنوب، نحن بنعرف بس نحكي عن العمل السياسي والعمل العسكري كيف أنه كبح في كثير من الأحيان الهجومات الإسرائيلية، التعبئة التي شكلها هنا في هذه المساحة المباركة في بيروت في بئر العابد في الجنوب لصد العدوان الإسرائيلي والعدوان الأمريكي. فلأن كل هذه الحمولات الفكرية والمعرفية والإنسانية والأمنية كان يحملها سماحة السيد، كنا ننجذب إليه. وبطبيعة الحال حين ننجذب وحين نحب نكتب. جميل. بدك تسمعنا لكن بلكي اليوم هيك بتكون عم تخاطبه بشكل مباشر وبكل هذا القرب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلت لسماحة السيد: صغيرا نشأت أصما وأعمى، فكنت عصايا التي تتخفى، وأتراب جدي رموني ببئر وأنت مددت إلى البئر كفا. جميل. من الظلمات إلى النور أخرجتني، يوم كنت أرى الجهل صرفا، عباءتك الطهر كانت ضمادا لجرحي ساعة يبدع نزفا، وعمتك الليل كانت ليعقوب قلبي قميصا يراها فيشفى، وأنت دللت فؤادي عليك وصغت المحبة حرفا وحرفا، بك الله يعرف حبا مصفا بعكس الذي صور الله مصفا. تعلمت ترتيب ثوب الحياة وكيف أفصل للثوب زيفا، وكيف أرى الكأس نصفا مليئا، وكيف أبدع بالنصف رشفا. عشقتك كنت عطوفا، وأقسم أكثر مما هوى الواو عطفا، سكنتك فالشاعر الحر إن خانه الوطن الأم يسكن منفى، أنا سأظل مدى الدهر ابنك، ابن السؤال لماذا وكيف. كشفت بفكرك ما ستروا، وأوغلت في الماوراءات كشفا، كشفت بفكرك ما ستروا، وأوغلت في الماوراءات كشفا، توسدت خد التراب وأيقظت دمعا بعين أبت أن تجفا، هم حاربوك وليس سوى الذي يخسر الحب يحمل سيفا، هم دفنوك وطبع النواة الظهور وطبعي يهواك قطفا. الله عليك. جميل. الله عليك. يعني إن شاء الله هيك دائما تكون هذه الذكرى، هذا الرجل الكبير مدادا للقلم، مش بالشخص بس، بالقيم التي كان يحملها والتي نادى بها، واللي طبعا واضح مدى تأثركم بها. رح نحكي أكثر معك، ولكن هيك نريحك شوي صغيرة. عود إلى أستاذ مارون أبو بشقرة بعد تحية من جديد. أمامك أستاذي هيك ورقتان، على كل منهما كتبت كلمة، أتمنى لو سمحت أنك تأخذ أول ورقة. الإنسان. الإنسان. الإنسان، إذا هيك بدك تلخصه تعطينا خلاصة كيف قرأته في فكر وكتابات السيد فضل الله، وحضرتك قدمت توطئة، ولكن إذا بدنا نكثف بهذا الاتجاه. وقت كان أستاذ دهيني عم يحكي عنه بيقول: على الناس أن لا يصدروا الأحكام على الآخرين بأن مصيرهم إلى النار إذا كانوا يختلفون معهم في المذهب أو الدين. بعض الناس لا يحتمل أن يتكلم معه أحد بحجة أنه صائم، كما تصوم عن الأكل والشرب عليك أيضا أن تصوم عن الغضب وعن ظلم الآخرين. يعني كان في هذا المزيج من التناقضات بين السماحة والرحابة، وبين أيضا رفض الظلم والسعي لإحقاق الحق ورفع الأذى. فيعني هذه الحمية كيف كانت راكبة أيضا مع كل هذا النبل والتواضع والسماحة؟ اللي أنا عم بقراه هو بيأكد قديش هو كان إنسان. هو جميل. هو يعني سماحته كان مثال إذا بدك للفكر النقي الصافي الإنساني، يلي ما عنده أحكام مسبقة على البشر إلا من خلال ما يقومون به من أفعال. نعم. منيح؟ يعني مش هويتك الدينية بتقرر أنت شو، حتى من يعني من الصفات او من الافكار العظيمه انه ميز بين العباده والاخلاق. منيح. نعم. انه قال نحن مؤمنون عباده كافرون اخلاقا.
للأسف بهالمعنى. نعم. بدي أقرأ لك شيء بيقول: الرجل ليس رأس المرأة بل شريكها في الإنسانية. ما هي الإنسان كمان؟ عم نروح لنفند وفي كل مواقع الحياة. بيقول: إذا كنت لا تعيش محبة الناس فلا يمكن أن تكون إنسان السلام. كل حركة السيد الفكرية والتعليمية المركز تبعها كان الإنسان. جميل. بدي ارجع لعندك استاذ محمد بهيلي. خلينا كمان نشوف معك اول ورقه موجوده قدامك. نقل بدي اياها والله. هو انت رح تنقي اثنيناتهم وتقرا لنا ما عليها. تاريخ. التاريخ. لفتني منذ فتره انه هيك شاركتنا بمنشور على مواقع التواصل بشيء من تاريخ السيد فضل الله، يعني مما رواه لك جدك. منحب أنه نكون عم نسمع أكثر منك عن تلك الحقبة بالتأسيس، بالثورة، بالمقاومة. شوف يا أستاذ بطول، تفضل. بالقصيدة اللي مرقت قلت أني هم حاربوك. سمعت السيد كان محاربا لأنه يمتلك فكرا مختلفا، إذ إنه كان يفكر بالإسلام بحركية الإسلام. كيف نستطيع أن نوظف الإسلام في حياة اليوم؟ ومن منطلقاته الإسلامية كان يرفض الظلم. حين نقول منطلقات إسلامية، منطلقات إنسانية إلهية، يعني فطرة الإنسان الأولى الصافية، وكل صاحب فطرة يرفض الظلم. كان سمحت السيد على الدوام يرفض الظلم، ولكن الرفض لا يكفي. كنا بحاجة إلى مؤسسة، أي أن نؤسس هذا الرافض لينتج حركة تستطيع أن تعبر عن نفسها وتردع العدو الذي يمارس الظلم باستمرار عليه. كان سماحة السيد الأرضية الخصبة لهذا التأسيس. بتذكر مرة، طبعا عندنا كثير أصحاب، يعني يضيق الوقت إذا بدي أحكي عن هالموضوع، كيف كان الشغل بالعمل المقاوم، كيف كان توجيهات سماحة السيد وشو يقول لهم شو. بس بدي أحكي شيء خاصه بجدة. بصور عنا بالمنطقة في مدرسة اسمها مدرسة الشجر، بأيام الاحتلال الإسرائيلي أسروا عم محمد وعم إبراهيم الإسرائيلية واعتقلوهم شيء 5 أشهر شيء 7 أشهر شيء. كون جدة كل فترة يجوا ياخذوه على التحقيق الإسرائيلي، انه اولادك وين عم يشتغلوا بالنضال بالجهاد بالعسكر، ليش ما بتضبهم، ليش عم تعمل هيك، ليش عم بتسوي هيك. ف من احد المرات اللي بياخذوا فيها على التحقيق بمدرسه الشجره بصور كانت معروفه، اللي عملوا فيها مره المقاومه عمليه عسكريه وقتلوا فيها الصهاينه هون، باحدى فترات التحقيق بعد ما يخضع للتعذيب، يعني هودي ضروري الواحد يذكرهم كي ينظر إلى نعمة المستقبل اللي نحن عايشين فيه. أول شيء جدي وعمومتي انأسروا من قلب بيت. نعم. يعني إجا انخلع باب البيت، أجلك اندفش بإجر الإسرائيلي، ظهرهم من بيتهم، أخذهم على المعتقلات، كل حدا بمطرح، يعني أكيد مش مع بعض. جدي كان بمسجد الشجر. المعتقل عبارة، كان غرف التعذيب عبارة عن متر بمتر، مرات أصغر من متر بمتر، يكاد لا يستطيع الجلوس، يعني كل الوقت بده يضل واقف بالمعتقل. بعد ما يخرج من حفلة التعذيب اللي كانت تصير، بيصيروا يستجوبوا لجدي الحاج أبو علي الدهينة، بيقول له بختام الاستجواب: أنت مخرب من جماعة فضل الله، تركوه بترتاح. نفس هذا الكلام يأخذنا إلى دلالات، أي أن الإسرائيلي نفسه كان يعرف أن السيد فضل الله يشتغل بحركة النضال. هذا الماضي، هذه الركيزة على الصعيد الفكري والصعيد الأمني والعسكري، هي التي جعلتني اليوم أنا بالنسبة لي أن آتي من الجنوب إلى بيروت دون أن أقف على حاجز، الله، دون أن أضرب، دون أن أهان بكرامتي وبكل سهولة. نحن كنا نحلم بشيء اسمه وطن. أهل الجنوب يعرفون ما معنى أو ما قيمة التراب أكثر من بعض المناطق الأخرى، لأنهم كانوا على تماس مباشر مع العدو.
إذا أردنا أن نستذكر هذه الحقبة نستذكر فيها السيد فضل الله، إذ إن له فيها فضلا كبير. نعم، وهذا من الإنصاف طبعا الحال، وذلك قلنا التاريخ، يعني هذه واحدة من المحطات بتاريخ جدة، وهي أيضا دلالة على تاريخ السيد المقاوم النقي. برجع لعندك أستاذ مارون أبو شقرة، يعني حاب شارك المشاهدين والمستمعين أن احنا أول مرة تعرفنا عليك كشاعر وكمثقف، كان بإطار أمسية عشرائية أو يعني قصائد تتلى للإمام الحسين عليه السلام، وأدهشنا بكم هذا الحب والرفعة اللي عم تحط فيها الإمام الحسين عليه السلام. طبعا احنا بدنا نعتذر عن الضجة الحاصلة، ما بعرف قديش ضيوفي كمان عم يقدروا يسمعوا والمشاهدين والمستمعين، ولكن بلشت الوفود تتدفق للمشاركة بالذكرى السيد فضل الله بعد قليل. أقول كان ملفت جدا ومدهش المقام والقيمة اللي حاطت فيها الإمام الحسين عليه السلام، نحكي عن أستاذ مارون، وبعد هيك حديث جانبي ودردشة بفهم أنه الأستاذ مارون فات إلى التعرف على الإسلام ومذهب أهل البيت التشيع وكذا، الإمام علي الإمام الحسين، من مقالات للسيد فضل الله. صحيح. حقيقة هذا الأمر استوقفني جدا، وقلت يعني بأمانة لازم استثمره، لأنه يعني واحدة من الأيادي البيضاء وواحدة من يعني الفضاء اللي عملها بحياته هو هذه المسألة مع شخص محدد مثلا. شو بتخبرنا أيضا عن هذه يعني الخصوصية؟ قلت لك أنا من أي خلفية جاي، وأنا كمان بذات الوقت أنا إنسان واقعي. نعم. أنا بعرف أنه نحن بهالبلد عايشين في بيئات دينية متعددة، وإقامة نظام مدني بعض البيئات ترفضه. في مفكر عظيم إجا يعيد النظر بكل ما هو سائد بهالجرأة بهذا العقل المنفتح. نعم. إذا ما فيش ناس متنورين مثل سماحته في هذه المنطقة من العالم، نحن راجعين لوراء للأسف، وهالمنطقة لا يمكن أنه تطلع من المستنقع اللي هي فيه إلا بقيادات مثل سماحته، وغير هيك نحن نكون عم نضيع وقت، وهذا الوقت اللي عم بيروح منا كله عم بيروح لمصلحة الشر، لمصلحة أعدائنا، أعداء الإنسانية. لا يمكن لهذا الشرق أنه يأخذ هوى إلا بعقول حكيمة وقلوب نائية مثل عقل وقلب سامحة السيد. وأنا يعني صادق باللي عم أقوله بكل حرف. نعم نعم، واضح بلا شك. برجع لعندك أستاذ محمد هيني، قبل ما يدهمنا الوقت بدي كمان عزبك بالورقة الثانية اللي في عليها أيضا كلمة أخرى، الشباب. الشباب يعني طبعا السيد كان لديه خصوصية وتخصيص للشباب، خلينا نفند شوي، يعني الشباب بما يعني الحاضر والمستقبل. كيف تقرأ وترى تعاطي السيد فضل الله مع الشباب، شباب الفكرة والسعي لتجديد الواقع وتغييره للأفضل، والشباب كفئة مثل ما قلنا يعول عليها لبناء الحاضر والمستقبل؟ شوف يا أستاذة بتول، هذا الموضوع أنا لمسته لأني عايشته. رح أحكي لك خبرية صغيرة صارت معي. بمعزل عن أشغال التانية، أنا أستاذ. نعم. وكان بداية مسيرتي التعليمية أنه أنا أستاذ علمت بالمبرات. مرة من المرات فت على صف، فعندي طالب قاعد بطريقة مش مزبوط، فمرقت من حده قال لي عمل معروف، لا بتحكي معي ولا بتتعاطى معي ولا بتقول لي شيء ولا بتسالني عن فرض ولا عن كتب ولا عن شيء. انا انصدمت، فشفت ملفه، في ملف لكل طالب، عرفت انه هذا الولد يتيم. يتيم ومشرد، يعني حتى اخواته مش سائلين عليه، وعم يدرس يعني مدارس المبرات حاطينه عنده بالرعايه بالقسم الداخلي، وعم بيعلموه بمؤسسات سمحت السيد محمد حسين.
هلا انا ذهنيتي بالتعليم مختلف يعني كثير من الاساتذه، كانوا الاساتذه عم يحطوا له واحد واثنين وثلاثه على الامتحانات. ويمكن لاول مره بيحكي هذه القصه، وهلا يمكن يكون هو عم يسمعها اصلا الشاب اللي صار. اول امتحان قعدت حد وانا ساعدته شوي. طبعا هو ما بينجح، ليش؟ لانه من جوا الياس حط. ساعدته شوي وكم سؤال كيف يحلهم، ورحت على البيت حليت له ثلاث اسئله ليجيب 9.5 من 20. جيت وزعت الامتحانات، قال لي انا هودي مش لإلي، هو العلامات اللي انت عم تقلي 9 من 20 هو مش إلي. انا ما بجيب هالقد، انا بجيب واحد حقيقي على فكرة. قال لي انا بجيب، ما انبسط فيهم. صرت اقعد انا وياه كل فترة اسأله كيفك شو اخبارك كذا. المهم صرنا كتير اصحاب. قلت له شو حلمك؟ قال لي حلمي القط واي فاي على التليفون. انا هون صدمت، يعني شو ابسط شيء اليوم عم تحكي انت بواي فاي على التليفون؟ وقال لي انا يا استاذ حابب خلص خلص من المدرسة ونروح لوين على الجيش، وانا يائس من الحياة. كنت على طول عم فكر انه هذا كيف اتعاطى معه. انا شخص بلا ام وبلا باي مشرد بيقول لك انا يائس ما بدي ادرس ما بدي اعمل شيء. صرت انا بالامتحانات كل مره اقرب ساعده، زد له شويه اسئله حل انا بالبيت، حط له عليهم علامه. اخر امتحان يعني هو كان ثاني او ثالث امتحان نجحته. هاي إدانة لك، هلا بقيت طلابك حيصيروا هلا لنشوف. هلا بيقول لي هو انه كيف انا نجحت معقوله؟ فقمت انا بعبس فيه وبقول له ايه انت نجحت، وبقول لي يعني انا بنجح يعني. قلت له ايه انت بتنجح. في امتحان بيعملوا له مدارس المبرات كلهم مع بعض، بيقولوا له امتحان مشترك، يعني بيجي الاداره المركزيه ببيروت بيوزعوا على كل المدارس اللي لهم امتحان، والتصحيح بيكون مركز، يعني نحن غير موجودين قدام طلابنا بالامتحانات. كون عم بتمشى بالملعب بعد فتره من انقضاء هذا الامتحان بيركض وبيعبطني، بقول له شو في؟ بيقول لي نجحت. بيعمل لي هيك، بيقول لي نجحت. انبسطت كثير انا. قلت له انت قادر تنجح، ونجح بالسنة اللي كنت أعلم فيها، وشئت الظروف أني أنا فليت عندي أشغال تاني. من فترة كم يوم كون أنا صاف سيارتي بساحة جوية ضيعة بجنوب، أنا وعم بطلع بالجيب بيقرب حدا بيعبطني من ورا وبيبوسني برقبتي، فبلتفت شاب طويل طوله مترهين أشقراني حلاوة، بيقول لي كيفك يا أستاذ طمني عنك شو أخبارك؟ تذكرته. قلت له الحمد لله منيح، كيفك أنت وين أيامك؟ قال لي أنا صرت مهندس. شو حلو. مهندس كهرب. أنا بس قال لي هيك انبسطت. عم نتحدث إلا بيقرب بيرجع بيعبطني، قال لي هذا كله بسببك. هون دمعت عين. كان لهذا الوجود الصغير اللي اسمه محمد هيني أثر بحياة هذا الإنسان اللي كان هو بده يفوت على الجيش صار مهندس. أنا وراجع على البيت عم بتذكر، طب إذا أنا محمد هيني أثرت فيه وأمنت له فرصة ولو بطريقة غير مباشرة، أنا كنتش حاسب لحساب إنه صار مهندس، سمحت السيد قديش فتح فرص لكل هالناس المشردين والأيتام والموجوعين إنه اليوم تمكنوا وأصبح لديهم اقتدار في الحياة بأنه علمهم ومسكهم مهن. هذا السؤال هون بدي أرجع للشباب، كان لديه نظرة أن بالاعتماد على هؤلاء الشباب نستطيع أن نحسن الواقع وأن نضمن المستقبل، لأنه أنت اليوم تعمل جيل متعلم، جيل فاهم، جيل مفكر. عندما يذهب الجهل يحل السلام، عندما يأتي العلم تحل الفكرة، تحل الازدهار، تحل المحبة. كان سمحت السيد من المؤسسين للسلام والعلم والشباب والفكر. صحيح. جميل جميل. نحن تقريبا صرنا على ختام هذا اللقاء. رغم انه لا يمل مش حابين، بس بدي كلمه اخيره منك شاعر الاستاذ مروان ابو شقره، كيف حابب تختم على ذوقك؟ انا بدي سمعك شعر. قول شغلتين صغار. تفضل. مشهد اول. قليلك لا يقال له قليل. تسلم. يا شرق خبزك شوك وحقولك خراب، وكل ما بطريقك شفت وردة بتمعسها، يعني وإذا هالناس أصلا من التراب أنت ضروري بكعب إجرك تدعسها. المشهد الثاني لسماحة السيد. بعدك أمل، بعدك أمل، شو زاد فينا الشوق
بعد صحاري الحقد بتعيد، بعد صحاري الحقد بتعيد بتعيد من مطرحك غيم الملح حيد، وشتي علينا حكمتك من فوق، شتي علينا حكمتك من فوق، نطلع زنابق حب يا سيد. الله جميل. الله استاذ محمد، كيف كمان بدك تختم على طريقتك؟ اختم هيك بمقطع من قصيدة سمحت السيد، ختامها قولوا فيها، ختامها شعر، تفضل. يا سيدي حضر الغياب تعال حتى نرجعه، يا لم تغب من قال غبت لأقنعه، ما زال صوتك في الفؤاد بلا صدى، واسأل دمي أو شئت اسأل أضلعه، هم غيبوك فلم تغب من يخنق الضوء القوي بدون علم فرعه، إن قلت مات أقل بلى وأبسم للآيات فاتحة الكتاب لأرجعه، أحلى الوداع وداعه شمس تغيب لكي تعود مع الصباح مشعشعة. الله الله، كل شكر والتحية لكما ضيفي الكريمين. شاعر الأستاذ مروان أبو شقرة، نورتنا لليوم. شكرا لحضرتك. وفخورة دائما بلقائك. العفو. وخاصة بحضرة كبيرنا السيد فضل الله، اللي جمعنا وإن شاء الله دائما بجمعنا على المحبة والإنسانية والانفتاح. وأيضا أستاذ محمد حسن الدهيني، أكبر لك هذا المشوار الطويل، هذا العناء، ولكن فدا السيد مشاهد فدا هذا الخط وهذا السيد وهذا النهج. نعم. شو ما قدمنا نحن قليل قدام. نعم. شخص انتبه، عفوا هلا بدي كانوا الوقت خلص، بدي عقب على شغله. هود الناس اني مش مثلنا، نحن هلا بنخلص من هون بنروح نقعد بالمطعم ونظهر على الكورنيش ونروح، افنوا عمرهم في خدمه الناس. كانوا اشخاص مراقبين في الانفجار، ما حدا بيتذكر وقت كان اغتيال سمحت السيد. نعم. اشخاص معرضين في تعب في اسى، شو ما عملنا نحن قليل اليوم. نعم. وهو يقول انا عدو الراحه. عدو الراحه. ايه. استاذ محمد حسن دهيني، اهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لهذه المشاركه معنا، والشكر لكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن وطيب المتابعه. والكلمه الاخيره له، لمن اشعر باني او بانه يحتويني وانا بقربه، وان شاء الله ضل بهذا القرب، اقول يا رفيق الوجدان وصبا او صبا الفكر، مهما انقضى من الايام والعمر، بعد هذا الرحيل ستبقى اقوى من اي غياب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. السلام عليكم.